الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اسم التفضيل أم جاريك يكتر له مشتقات اسم التفضيل. بداية اسم التفضيل شيء عليه هو الاسم المصوغ من المصدر، أم اسمك دروس كريالة لمصدر بو دروس كريالة، ولا للدلالة على أن الشيئين اشتركا في صفة، وزاد أن الشيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. بو أود دروس كريالة تا دلالة كالا سر أما كأقلا لاني كم دوشت هاوبشن لصفتك، يعني اشتكا هدوك يعني صفتك انتيايا، ولي وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. أما يكيق لو دوانا لسر أوي تريان لو صفتا زور تريها، مثلا آيسا كاني أقر بيجين زيد أكبر من أخيه سنا، باشا زيد لبراكي قورتر لروانقي سنا، تماشاك هردو كان لسنا مشترك، ولما سنها كان سنيان هيا. أما مثلا لقوري سن أخا كبر يعني فيري، باشا هل كان قورة صعوة وللا قورة صعوية كان زي زوثري هيلو أو بو أودان بيان. وقياسه أن يأتي على أفعل، قياس كشي أميا كأم اسم تفضيلا لسر وزني أفعل به، البتبو مؤنسيش بعض جارك هيا أجا أو شو أنا نوع فرقي مذكر ومؤنث تياكري بروزن فعلادي، أما مذكركي وحتى زور جاري واشي بو مؤنثيش لسر وزن أفعل بكاربري. وكو زيد أكرم من عمرين، زيد بريستر لعمر يا بخشن دتر، وهو أعظم منه، يعني وهو برين أمر عمرك عظيم تر لزيدك أو كريم ترى أم عظيم ترى كريم، يعني بخشن ده عظيم يعني قورا. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ أتد بغير همزة شاكا، وخارج بو آلم قانون قياسية سيدان لفظ كأوانا ببي همزة هاتون، يكيق لوانا خير خير كارن زيد خير من عمل، يعني زيد شابتر لعمل ولا أصلا أخير بوا، يا أم جار الشر الشر بوا يتوب بي همزهاتون، حب أحب بوا يعني محبوب تريكا، مثلا خير منه شر منه، يا قول أم جار وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، ومسرع شعرك ما منع الفكلة بلود شعرك، يعني محبوب ترين شيء للا إنسان أو شتيك لي منع كراوة. زال المسألة كي العربية علينا الإنسان حريص على ما منع منه، إنسان هميشة شليس أبو أو شتيكا ليمن أكراوة ما شليسي وسنجي أدا بلي سكاني أولي وبلي أحب شيء الإنسان ما منع هاتوا أشياء حبوبي أو إيه ودرسة أو مطابقة. أما هي نشدير دا مشرع كيتري ميتها بزاي شعرك اللي تشبح ليكا بوابي نينوسي اللي تعاون بحري بسيطة جابها لما كبزانم أحب شيء مفاعل إن إلى الفاعل إنسان ما مستفعل من يعبوخ بفئة وأقل بحري بسيط لهم زكي قرك لحالك أبو أمام مثال بوايه بو أوي وكو أوي إيوالي أبو مثال بو أبو أوكا نانا أخواوي لسنة راسك نايبي همزكي نايبي وحب شيء من أحب وكم حساوك وكم حساو نكر قاتنا بيو همزي وحب شيء إلى الإنسان ما مني أدرس، يعني أولي ما بجيب لي أحب حبو تياع. وحذفت همزتهن لكفرة الاستعمال، يعني همزي أمسيانا تأثير الكتابة كانت هاد بو خير وشر يجني ولي أم حبي شيء تياو بيش عنوه حذفي همزكان كريالة لبلا ما كزور استعمال كريال، وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الأصل، يعني استعمالك شان بهمزة على الأصل هاتوا أو شعلا مثل عكيتي نبو آمية. وكو ألين بلال خير الناس وابن الأخيري،
باشە بلال باشترینی خەڵک و کوڕی باشترین خەڵک. ئێستا ئەو ئەخیەر بە هەمزەوە هاتووە ئەوەتەن وەکە قیڕائەتی بەعضی عجز بيت عجز بيت من قصيدة الأحوص الأنصاري أنصاري وصدره زادني كلفة كلفة في الحب أن منع هذه وزادني كلفة في الحب أن منع أن منعت اشتباه ولا ستفعل أن نابي وزادني كل فن في الحب أن بعض يعني لخوش ويستي على عشقه كل فن زحمتي بو من زيادة الكرت كأن منعت لبروي كأولى من منع كرابو يعني ممكن أبو خانو يكبيجي متوجبي شنو منع كراب يا أن منعته من منع كراب منعتو بهاوا باقي الشعر يا باقي الشعر يا من هنا يا صدرك يا صدارتي ام او دام الشعر يا ويلا وجا وحب شيء لساني ما منيقة هي وي بلال وهيتي بخوا او لم ينسب لم ينسب في شرف التصريف بارد يا كذلك في همع الهوامل همع الهوامل هل هنا وجا؟ مرزوم نيوكيتي مثل حكيت لي كينادتي أنا هنا وكقراءة بعضهم وقراءة بعض كما سمع آيتان خلنته لا أفع يتكمن الكذاب الأشير أشير صفة مشبهة ولي خلنته أشر يعني خلنته سيعلمون غدا من الكذاب الأشر باشا بياني أذان يعني سبيني قياما أذان كي كذاب أشر يعني لها بكس خلاوة لها شاكا بفتحيهم زكو بشينكيش وتشديد الرياكة أبد أشر اسم تفضيل شربه ضلا ديار أويك عيسى كان يمل القرآن كان يقول من الكذاب الأشير أشير بروزن وقف فريح وايا نا صفتي مشبهة علي أخذ صفتي مشبهة بروزن شهده بروزن صيغة مبالغة وديار بحر على صفتي مشبهة علي أشير يعني بتفر خراب أشكر صيغة مبالغة جبه يعني زور خراب هو أم جاء وكقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل خوشويسترين كردوكان للا إخوة بردوام ترين أنا باكا ميشبه وقيل أو أحب الأعمال جاء وقيل حسفها ضرورة في الأخير وفي الأولين من زمان يرى قالت أو أحب الأعمال إيه وهم زي لسنة بالي بالي أود لي رام مثلاً بهم زي شو بكارها ورياها ودي القرآن شو بكارها ورياها مثلاً وني والسجن أحب إلي بالي وقيل حسبها ضرورة في في الأخير يا في الأخير علي الأخير كذا لأخير ده لأخير نعم بلال خير الناس وابن الأخيري بويا حسبي نعم لأخيرة لأخيرة كأحبك يا باشا أخس يا منون خير وشر وحب وتيان لواء ضرورة الشعر اختزاك توحس فيك مثلا بوينا لو شعر دا وحب شيء إلى الإنسان ما منع همزك حذف نقي شعر قليت يا كتشي كاتا أو ضرورة ولي وفي الأولين باشا لأنهما لا فعل لهما لدوانا أولا كذا كخير وشر شنو هذا الفعل يعني؟ يعني فعل كان استعمالنا كلاوة بالي وفي الأولين لدوانا حسبها ضرورة في الأخير في الأخير أما وفي الأولين يا شيما اشتيك تلوي وفي الأولين لأنهما لا فعل لهما لبرأويك مثلا بحسب همزة وهاتون شنو فعل يعني ففيهما شذوذان على ما سيأتي فاز بنا برأو قانوني كلاوة بدوادية شاكا دو شذوذيان تيايا يكي حس في همزكان يكراوه يكي يقوى معمولا اسم التفضيل أشياء لمصر والجيري ولا أمانية أشياء لفعلي ببي لفعل والجيري ولا أمان فعلي النية أو دوانا خير وشرك تزدو شزوزيان تياه لا اسم والجيري مثلا
زمانه كان شيء نيت بس اي شيء يعني اول ثانيه قبل ما اسوي شيء نبي اوصلهم مثلا الكذاب والاشير والاشير يعني انت ما بلى أشير يعني شليسو تمع كارو هذا يكون بلي تشاو شنوك تقريبا ولا أقل أشر بيجي أشر يعني خلاوتر خلاوترينا مزوري كيان أمتاري يعني أما ذاني شو أما خب معمولا آيتك بتنها أما ناي أما بربركانية لبيني حق وباطل كو ملك أنبا في غنبران كذاب أنا كذاب وتمع كارو ونازانا مشي وأمانة ايش تيل بيان اوي سيعلمون امان اخوان تي اغن بياني قيامت كي كذابي اشير اخويا دنيا اوان و اوان و اوان بيش ما نصنزم شايدكي تي اشير هاو لسو اخنا اشير مني اوي كخراعة بعضهم سليا اشر يا اخوان اقر اشر بيه شايدكي اما اوي كشر بهمزة و هاتوا حالبن اوي شر بهمزة و هاتوا جاء مجارة بارة جاء أولوتي وقيل حذفها ضرورة في الأخير في الأخير وحذفها في الأولين أشياء لبلوى بأمره لأنهما لا فعل لهما لبلوى كأوان فعل يعني بوية مثلا لباشا همزك عشان لحذف كراوة ففيهما شذوذان على ما سيأتي بناء لسببك لو بدوادي وله ثمانية شروط بو اسم تفضيل حجدان الشرد هيا الأول أن يكون له فعل وشذ ما لا فعل له حالبي أبي فعلي بذي هاتي فعلي نبي دروسي أو شذ وكو هو أخمن بكذا أخمن بكذا يعني أي أحق به مثلا قميني هيا ولا فعل كي استعمالنا في اليوم يا ألصو من شذاذ شذاذ دزيكي زور مشهور بوا أقر كسيك مثلا دز بيوز دز يكي ماهير بي ايجن اما دز تريك على شيزاز باشا وزيد شي هاو شون اي حقيق به وجدير جدير يعني لايقة فيه شايسته يا بوي وألص من شيزاز سبنوه من قولهم هو لص اي سارق يعني بناء كذو ولا قول العرب مثلا لما ورثت قال اعود ذا يعني سارق لصفه يعني سارقه لا لص كفعل شيء استعمالنا كريا لا ودرس يعني لا اسم هذا هو الشاذ الثاني ان يكون الفعل ثلاثيا دوم ويش فعلك ثلاثي بوشذ هذا الكلام اخسر من غيره اما الشاذ يعني مثلا عام كلامه مختصر تريك على غير خوي لا شيء هاتوا من اختصيره لا اختصيره هاتوا كاختصيره مبنيه بو مجهول ففيه شذوذ آخر كما سيأتي شذوذ يتري شيتيا يكي قمل مزيدة يكي قمل مجهولة كمعمولا اسم التفضل أشياء لفعل معلوم بيت ها لا أختصر والجريا كما سيأتي باغي وسمح هو أعطاهم بالدراهم شاكا سمح بي أشياء وبسراوة أعطاهم بالدراهم يعني أو كسيانة بخشن دترينيانا بديرهم يعني ديرهم زوتري بخشن لو أنت إيسا أعطاهم أما اسمي ما اسم تفضيل لباب إفعال دروس ليها كفعل مزيد حالبين كلا حركة أبو سلاسي وأولاهم للمعروفي يعني بازم بخشن دترينيانا بو معروف ليش أنا بخشن دترين أما إذا أولا هاتوا أولا يولي مولي لو هاتوا بال وهذا المكان أقفر من غيره أما كان ويرانا تر لغير خويت يعني بأول ورطريك لغير خوي لقفر ثلاثي مجرد أبتا لأقفر أقفر بعد إفعالك يأتي لو ورمان قرتوا وبعضهم جوز بناء أفعال مطلقة أما بعض العرب يا العلماء بناء أفعاليا بمطلق إجازة دعا لهذا الشيء وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقلي باشا وبعضك هاتن إجازيان دارا باشا أقر همزك بو غيرين قلبي نانا إجازة وبعضهم جوز بناءه من أفعال مطلقة أفعال باب إنين لباب إفعال وتيانا يعني أبي أنجاك رتولة سائر سلاسية مزيدة كان وتيانا بغي أبي لسلاسي بي بأي استثناء باب إفعال إنا أشياء لسلاسي مجرد به فقال لباب إفعال أدرس مثلا اسمه تقول لي أدرس كي هلكوا وأعطاهم بدراهمية وأولاهم للمعروف أما بعض كتير إجازة عن داوت يعني أجر همزة بعد إفعالك أبو نقل ما به ما وسألت شو التفريق بين أتاهم
آخر أعطى أخوي آخر أعطى أعطاني فعل كي لثلاثي مجرد بكارنا أولياء أيش بلو أساس بيدو زيتو أو معنى بخشن دجي أجياني أو لا يشرب وجواري يعني بو معنى بخشن دجي لثلاثي مجرد بكارنا أولياء وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير نفر كان بلو يقول لبعض إفعالة وانيس متقل جلوس كيب بو شرطي همزة كيب ونقل ما بيه آخر هم زي بابي حال بو نقبه إلا أزمة كابة متعدي يعني أقل بو تعدي يبيع ويتي ونابي هذا معناه لازم يعني نعم مثلا كارمانية إما فعل الثلاثية مجرد كوانا بو لازم بو بي ولا بابي فحال أكل واسمه ما متعدي يعني هل ذاتا هل متعدي بي كارمانية شاهد لازم بي بلان لبابي فحال إشان نبي بلازم إما كارم بوينية فقط منظور ما نوية يمن أيوة نقلي أو فعل ثلاثي مجرد ما نكردوه بولا بابي إفعال أي همزك بو تبديلي لازم بمتعدين به وكو أفلح أبتا أفلح ثلاثي مجرد كيف كارنا حاول يا أفلح لازمة خوي لباب إفعال إيش لازمة ها أجل مثلا بو أو همزة بو متعدين لنا أقول قلت عادي بينا بالرأي أم بعزة ركو شي ما هذا فعل الله هاي انت مثلا تو جلسة دي ولا لازمة نقرك ولا لازمة حالة متى أجلسة أنا من أتو أن اسمه تقليل دروس كي أجل لازمة أفلح حموت معنى 30 أجل فعل لازمة شو السر باب إفعال هل لازمة أها بلا مثلا أكريب إسا وكو بلا المجال واحد متعديما هي لثلاثي مجردة كأبين بربابي إفعال إلا توب لازم يعني ببيت شواني انتظاري إيما آخر إيما وافر بوين كأقر في عليك ما لثلاثي مجردة بربابي إفعال أشياء حتما اللي يبقى متعدي لحالك وقت واحد ببيت شوانا فعلك متعدي أو توب لازم حاضر بوين بل حاضر من منظور لراتشية بابي إفعال هم زكي هم يشبه تعديا نية همشه بو نقلي لازم بمتعدينيه كواتا اماليه اگر زماني همزكي بو نقل نبي درسته همزكي اگر بو نقل همزكي بو نقل نبي درسته بو نقل بي درسته او ايت زين شو بس تجيب مهارته بقى اگر انسان مهارته زاني فوري او بعض المتعديات يعني اسا مثلا نفق ماني وانفق ماني خب نفق يعني خارج أنفق يعني خارجي كر ولا لوان معمولا أنفق يعني مثلا نانج من الأرقى خويدا إذا أنفق الرجل أنفق كواتا أنفق ذاني شونا أنفق من أبر بس كردنا آخر نفق يعني كني تيابو ولا أنفق يعني كني جيران أها نفق بتني الوشتي وهي جو نفق شون أمسلو سري كنا متواجبون؟ جاء أقلوتي النفق يعني خرج يعني ثلاثي مجردك ولي أقلوتي أنفقا بمعنى جيران دني أو كنا يعني بابي فعاد وسلبة واتا أو ما يحتاج وشتي بو تأمين كردوه بس اللي وعوها بذبو تعديانية إصلاح أعو بابي الثالث أن يكون فعل متصرفا أشياء فعلك متصرفة قالت فعل جامد ناسو أن يسمو تفريل يدروسكي مثلا وكو عسى وليس وأوانا فخرج نحو عسى وليس فليس له أفعل تفريضي يتل بو فعلي غير متصرف يقوك له كباعتبار نحو كيا يعني بو نحو عسى وليس وأمانا أفعلي تفريض نية الرابع أن يكون حدثه قابلا للتفاوت شو اسم تفريض دالب التفاوت أشياء أو حدث كاسم تفريض كيلي ورقيلي أشياء قابل تفاوت به فخرج نحو مات وفنية مثلا دو جنازة لي واكوتين هل كان مردين ايت المردين تفاوتي نية مثلا تو بيجي والله اعمى اموتو من هذا اما مردي ترى لو ناري حالبي يا اعمى فاني ترى لو ناري قالت فليس له افعل تفضيل نوشة الخامس ان يكون تاما شفع لك تاما فخرجت الافعال الناقصة فالفعل الناقصة كانت ندر وبقلان لانها لا تدل على الحدث شنو هذا الذي حدثناك السادس ألا يكون منفيا منفي جنبه ولو كان النفي لازما هرش النفي كبو فعلك لازم يشبه وكشي ما عاجز زيد ما عاجز وش
ما عاج زيد بالدوائي يعني شي أي من تفع به يعني زيد سودي بدواء نبرد قلت لي ورد لك لدواك دي إسكانين مثلا أعواجي لي دروز ناك شون كإسكانين زيد ما عاج زيد آخر يموت من دو شيء شريك من لفعلك باشا وقت ما يجين ما عاج زيد زيد فعلك نية أقل ولا أوجوا به يعني أوجي نية وقت كأوجي نية شاكا لقل غير خويا نبوة بشريك شنك نية تتاب بشريك تيايا دي أمرتون اسم تفريق لدروس كين لحالك أما اسم تفريق دانين لإطلاقي أكين بسر دو شيء كمشترك لصفتك أو داني كان زورتري هي لصفتك نعم أنا هذه نية شريكة لصفتك بلى بلى أذاني شو أنا عليه مثلا أو اسم تفضيل لك إما لواي يعني عشان من في نوي أذاني بوشي من في نوي إما لرا وتو مانا إما اسم تفضيل لك لما استر دروسك إن بو أمي كدلالتك على سر دو شيء مشترك لصفتك أو يتي كان زياتري لصفتك ببيه أقر قرار بي أم حدثك لأصلا من في بيه هيش كامل لدوانك كتو تصوريك هيش كامل كان لو في أليانا نية كواتو شريك نين مثلا داني كان نظر قرأ فعلك نية تعالى قال يتيتر شريك به حالبي بيرينا في كيتو تياه ماذا تأويل بمثبت كيتو مثلا عيسى كان نية ليرى أقر ما عاج زيد كواتو زيد غير منتفع بدوا أختك أقر بيجين غير منتفع خولا غير منتفع دروز ناكر مثلا اسم تفضيل لئلا يلتبس المنفي بالمثبت تاوكو مثلا منفي بمثبت التباس نكا تولي وعقل اعتباجي زيد اعوج من عمرين وازاني مثبتك يعني امسو دي زيادة البرد تاعو اما تا اما نازل ما اعوج بيشت ما شين لغتي مثلا بو معناها هاتوها اخا اعوج هاتوها ولم تعوجو يعني لا ناكنو او رب لا ايما دانادنو باشا وللرنجة بم معنى إيش هاتوا بمعنى انتفاع مثلاً عاج يعني نفع أو معنى جرولا يا انتفع نانا أول لو معنى جرولا وصفة مشابهة إعلالك يا ناكري هو عويجة بل والسابع أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء حوتم أبي أو وصفيك أو وصفيك بو اسم تفضيلا يعني وصف تفضيلي نا وصف لو اسم تفضيل لك تو قرار دروسي كي لو حدث لو حدثك تو قرار اسم تفضيل دروس كي أشي وصف لو لسر أو أفعل نهات وك مؤنثك فعلايا مثلا حمير يحمر مثلا أفعل لي دروس أحمر لي دروس كي يا ش أحمر كم حمراي هي جاء لو ما دك آوايا اسم تفضيل دروس ناكري كأبيت الرنق وعيبه حلية آخر وقت أفعل تفريل ليدروس أفعل صفة مشبه ليدروس كريه أفعل يكري ليدروس كين التباس يعني ما يكون بس جوال بأن يكون دالا على لون أو عيب أو حلية ما جوالك لك مثلا دال ببر لون عيب حلية وأمانة بولي أن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل شنك الصيغة كان مشغول بوا يعني سري قرم بوا بوصفك لتفضيل يعني تعالى سري تفضيل نعترجه أو ليدروس بوا وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعال مطلق شاكب أما أهل كوفة دروسة كان أو اسم تفضيل لو أفعالي أو توكا وصف لوان بالوزن أفعال جديد بمطلق دروسيا كان ما يعني تشرنق بيه شعي بيه هالشي بيه وعليه درج المتنبي يخاطب الشيبة وهل سرأ وحركتي كردية متنبي كالقل بيريق سأكا ما شاء عليه درجة يعني مثل أختي كوفيانة درجة درجة يعني ورد ورد الروي باشا متنبي حركتي كذلك يخاطب الشيبة متنبي يعني أقا متنبي ناوي شاعرك لقل الشيبة أقصاك لقل بيريا باشا قال بغي عليه أو أي وشوي نسيا أبعدي نسيا أبعدي نسيا أبعد أو اشتباه بنظري من أبعده بغي
أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. نعم أبعدك وباب إفعال أصلا لازم مجرد نية أمرها متواجبين عليه. أبعد يعني دوري خرو عاري عاري دوري خرو ليم بعدت شاكا يا أخوة دور بي ليم شيم لي دور خرو بياضا بياض يكم لي دور خرو سبيكم لي دور خرو كلا بياض له كهيش حسنه بياض منا حسنه هيش حسنه كيني أو بياضة منظوري بيري آخر سفيتي شاكا بلان لموانا ونيا چون مو نشانه پیری اگر سپی بیم چون مثلا جنات یه جیبه بی افعاله ابعیده ابعید شیعه ابعید درست نیسته ابعید درست نیسته ابعید ابعید آخر نیه بیعلا نخابت مفعولی بیعلا؟ آره آره دوری خرو لیم تخیل چی زمان خلال دبعید مفعول نگری؟ لازم بله دوري خروليم أقول أوابي بابا دوري خروليم أها ودور بيتي أو دعاء بعدت باشا أو بعدت يا إيتي أمجالة خطابة لقل بيريكيك هايتي دوري خروليم بعدت شاهد هل لقل بيريك أقفك أي بيري دوري خر أها علي يخاطب الشيبة دوري خروليم أي بيري شاكا بعدت يا أخوة أخوش دور بي شم لي دوروخا بياضا سبيتيكم لي دوروخا كلا بياض له كأو سبيتيا هيج سبيتيك نية يعني هيج حسنيك نية هو ولي من صد كي ما انت هيك تجربة وشتك سبيا وكي مثلا وبعث لو جنة ولي خزامة زي هو نا بيري ذا ايش وانا بيري وقتك اقر انسان بير بو هموشتك لدسرة سرمايه لتجربتها بو خلقي تتجربتها ما شاكا تو نچاود و خوي كاركا ن قاتو و خوي كاركا ن جو و خوي كاركا ن پيسو و خوي يميني حموشت كه تيكه چي يعني اوا پيري شته كه خلاف واقعا جاوه ابعد دورو كروليم او جمله معترضه له بين مفعول و فعلك دورو كروليم اي دور بي يا اخوا چي دورو كرو بياض سفيتيه كم لي دوروخه كصفتي او سفيتيه وايا لا بياض له باشا هيش سبيتي هيش حسنه كينيا اخر سبيتي لا شكلها باشا وليا بكاوي الروي باب السبيبي شاكا او سبيتي يعني ما سريع الروي رجنبي حالي بقوة شاكا ولي اما مثلا رشيتي لها مش لك خرافة ولي لمو عشتي شاكا شن دليل جوانية لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم يعني براستي تو رشتري لتشاوي منا لتاريكي كان ظلم جمع ظلمته استا ام اسود وام الرنا اسم تفضيل الشوايا دي اما كدروس كلاوا اما لسر اما لسر قولي كوفيا كان درجي كرديان لسر اي او حركتي كردوا يعني او متنبي وقال الرضي في شرح القافيه باشا كافي اما قافيه والله رافق ودم شاهد كتابك يبنى على القافية شرحي كذلك أما قافية نوسيبة رضي لشرحي كافية ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة بيويست منع بك إن لدروس كذلك اسم تفضيل هملة عيوبه وهملة الرنق الظاهرية كان بخلاف الباطنة أما بالرنق باطني قيناك يا عيب باطني قيناك فقد يصاغ من مصدرها أولا مصدرك دروس كذلك مثلا فلان أبله من فلانين آخر بلا هذا يعني كوداني كوداني سيفانين يدي أبا دوسك وأرعنو وأحمق أرعني جمعنا أحمق يعني سوق عقلتنا أحمقني يعني مثلا شون أنا سيفاتي باتنين أضيعت وعني لي دروسك حاليب كاريا دي وثامنو لا يكون مبني للمجهولي حالة في شارع ما بيقول مبني بو مجهول نبي ولو صورة بالا صورة شابه آخر هي وامن هي صورة مبني بو مجهولة برام لمعناها معلومة مثلا هان لباسي فعلا وثمان بعز فعل يكمان هيا
همي شبه مجهولي هاتوا معلومة قينا معناه معلومة ده ولا بمجهولي هاتوا نبيت أنا على تناند آل وفعلان شك صورة كشيان مجهولة اسم تفضيل قاعدة نار دروس كري ولي ألا يلتبس بالآتي من المبني الفاعلي والله هتاوك التباسي نبي بو اسم تفضيليك لما بني بو فاعله دي وسمع شذوذا أما بسراب الشذوذي هو أزهى من ديكين وكبري متكبر ترى لك الله شير لك الله شير خوي ما سينيو تقريبا خوي جاكاتو أوان وأشغلوا من ذا يعني أو أزهى آخر فعلك همشة زهية يعني درست معنى معلومة دا بلا مجهولة وأشغلوا من ذات شيء ذات النحيين نحيين نحيين يعني نحيين ما الله ما يدانا كان ما تمشيت ما شيء لغة النحيين أشغلوا ذات النحيين هو ما شيء لغة النحيين نحية ما نايتشيا خير معنا خير نازلهم نا نحية نوحاء ونوحية هو توري بالله بالله مشغول ترى لوا على أن يسمى معناه مفعولي لأقرينا و... نعم من يحوى وعجينا هو أجوفة بل يمال لونية هو دعيت ما شلو غدا كيف وكان نظو وأشغلوا من زبالي أشغلوا لها يعني معناه وكو شوان أحبوا الله محبوب ترى لمعنى كالي ليش أشغلوا الله مشغول ترى كهوا يا وكلام أخسر من غيره كوت من مختصر ترى لأخت الصغيرة ورقيرا كوت من دوش زوزي تياه من زهية بمعنى تكبر وشغيلة واختصراعاته بالبناء للمجهول بناء مجهول فيهن لقشتانا وقيل إن الأول قد ورد فيه زهايا زهو هذا كاك يعني أول كيان أو زهيك زهايا زهو جيتاهاته يعني وانيها من شهر بمجهولي بك معلوم شيها فأقر معلومي بيئت فإذا لا شذوذ فيه شذوذ تيانا بأوكات باشا للبابلس موفق منش